بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. نتعرف في هذا التقرير على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام شهر ذو الحجة لعام 2021 ميلاديا 1442 هجريا في المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية والعالم بأسره، وموعد وقفة عرفات لحجاج بيت الله الحرام. إليكم التفاصيل أيها السادة، ولكن فضلا وليس أمرا بل تكرما من حضراتكم الاشتراك معنا في القناة لمن لم يشترك في القناة إلى الآن وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله، ولكن تدعمونا على الاستمرار بإذن الله. سيتم بمشيئة الله تحري هلال شهر ذو الحجة لهذا العام 2021 ميلاديا 1442 هجريا يوم 29 من شهر ذو القعدة الموافق يوم الجمعة 9 من يوليو تموز لعام 2021 ميلاديا. وأشارت التقارير الفلكية بالمملكة العربية السعودية على أن شهر ذو الحجة لهذا العام 1442 هجريا سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 11 من يوليو تموز لعام 2021 ميلاديا، وينتهي يوم الأحد الموافق 8 من أغسطس آب 2021 ميلاديا، وعدد أيامه 29 يوما. وبهذا البيان الفلكي يتضح أن يوم الاثنين الموافق 19 من يوليو تموز لعام 2021 ميلاديا، والذي يوافق يوم 9 من شهر ذو الحجة هو يوم عرفة، وأن يوم الثلاثاء الموافق 20 من يوليو تموز لعام 2021 ميلاديا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام وفقا للتقديرات والحسابات الفلكية. كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،